اللي بيعرفني بيعرف قد ايه انا بحب القهوة بكل اشكالها وانواعها، سواء كانت بحليب او بدون. وغير انه لها فوائد كثيرة، تقدر تروح تقرأوا على جوجل عن الفوائد القهوة اللي مش رح احكي لكم اياها انا هلا. الله نسيت القهوة. وبحب دايما اني اجرب انواع جديدة منها، عشان هيك انا اليوم بدي اخذكم معي مشوار بدبي عشان نجرب اغلى وارخص قهوة. طبعا بتعرفوا هاي السلسلة عملتها قبل، عملت اغلى وارخص ستيك، بس في حدا لازم يشاركنا بهذا الفيديو صح؟ بتتذكروا؟ المهم هلا رح نروح بطريقنا على محل عنده ارخص قهوه بدبي. هنا وصلنا على المكان اللي هنا صرنا عندها. اوكي، اول اشي لاحظته انه الخدمه سيئه، ما حدا بيجي عند الشباك يسالك اذا بدك قهوه. شو هالخدمه هاي؟ عن جد انها ارخص قهوه. اوكي، هي اجانا واحد. هاوريو؟ هيز جود. سي هاي يا يوتيوب. هاي. يو هاف كوفي؟ اوكي، طلبنا ثنتين قهوة وسعر الكاسة درهمين، يعني 40 قرش. منطق صراحة. هلو، ثانك يو. بجيكم اياه شكل القهوة، شكلها زي هيك، مكتوب عليها كوفي، هاي الحجم وهي لونها من جوا. هلا رح نجرب. مستعدين؟ بنفيت اطلقوا المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة واللي هي ميك بوينت ديسيجن. البوكس فيه طابقين، مش بس منتج او منتجين، 6 منتجات للعناية بالبشرة. هدول الست منتجات كل لون بيرمز لإشي. اصفر بيساعد على تصغير مظهر المسامات في الوجه، بنفسجي بيعملوا تنقية للمسامات بعمق، والازرق بناعم المسامات. بجيب الكلينزنج اويل، طلع كمية الميك اب اللي بتطلع. تاني خطوة واللي هي الكلنزر، بنظف مسامات الوجه بعمق اكثر، عبارة عن جل بنظف المسامات من جوا جوا. بحب استخدم كمان هاي الستيك، كثير ناعمة وخفيفة على البشرة. شوفوا البشرة بعد الكلنزر قد ايه مبينة ونظيفة. الخطوة الثالثة ماسك الطين، بتفردوه على وجهكم، ابعدوا عن منطقة العيون، وهلا بخليه 30 دقيقة لبين ما ينشف. وهي الماسك كشف 100% وغسلنا وجهنا، حاسة بنقاء مش طبيعي، حسيتها بتلمع لمع جد. وهلا اخر خطوة بالروتين تبعي اللي هو المرطب، نجيب هلا من المرطب وبس نحط لوجهنا. شوفوا اللمعة. هيك بكون خلصت روتين البشرة مع منتجات بنفت الجديدة. راح احط لكم كل البرودكتس اللي استخدمتهم بالدسكربشن. هي قهوة مستشفيات نفسها، حتى بالأردن بتكون زي هيك أسكى، حسيته مي هيك، فاهمين؟ مش قهوة. لا ما بتشرب صراحة. القهوة اللي بشربها بالزبط. بالبيت أسوأ من هاي اللي بعملها أنا. أنا بقيم هاي القهوة صراحة 1/10. لا بتنشرب. لك تسليك، أنت قد إيه بتعطيها؟ لا أنا 3-4 عادي. أوكي. صباح الخير يا حلوين، رجعنا لكم اليوم الثاني أنا مرة. صباح الخير. صحيتوا على الساعة 7. صحيت من النوم هسه. لا بمزح يا جماعه، مش نايمين من امبارح، بس بدي احكي لكم انه المكان رايحين عليه هو اكسبيرينس اكثر من يعني هو شو اوف. بعزقه فهمت علي؟ بس هي تعتبر اغلى كاسه قهوه في دبي. يلا جاهز نروح، ليتس جو. هلا نذهب. اوكي، وصلنا المكان المنتظر واللي هو اتموسفير ببرج خليفه، عندهم اغلى كاسه قهوه. شوفوا ما شاء الله الفيو شو حلو، بس كتير بخوف جايز. اوكي، جابوا لنا المنيو، بس اورجيكم شوي نبذة عن الاسعار. هون 150 176 385، يعني ما شاء الله الاسعار. هذا فطور per person. You want to order this one? Yeah. Okay. Total make them 2 plus. طلبنا القهوة كثير غالية وما رح احكي لكم سعرها هلا، بس تيجي ونصورها ونجربها وكل هاي التفاصيل بحكي لكم سعرها. بحكي لك انه الجولد ليف اللي عليها قيراط 24. شوف ردة فعل عمر لما شافها اول مره. هو قهوه عليها تصدير.
مش قصدي. هي شكلها يا جماعة صراحة شكلها حلو، بس هل شكلها زي طعمها وسعرها؟ هلا بنشوف. القهوة العظيمة. احكي لي شو رأيك؟ مزاكي، كل مرة مزاكي. صح ما بتنشرب؟ زين. والله طلعت الدرهمين زاكي كانت صراحة كثير. قد ايه بتقيمها؟ ممكن ثلاثة. وهالدرجة سيئة؟ لا. اوكي أنا بالنسبة لإلي صراحة عبارة عن بس شو أوف، إنه أنت تيجي هيك إنه تكسبيرينس قهوة عليها رقاقة ذهبية من قيراط ال 24، لأنه جد الناس بتيجي هون عشان تجرب هاي القهوة اللي هي أقسم بالله عن جد زي كأنها من فنتنج ماشين. احسب قد سعرها؟ 170 درهم. لا 170 حرام جد حرام درهم على كاسة قهوة وحرفيا عليها جولد ليف، هذا الإشي الوحيد اللي مخليها فانسي، يمكن هذا حق هذا الإشي، حتى بتجيبوه في أمازون ب 40 دولار فاهمين؟ اه والله تقييمي لكاسة القهوة هاي 3 من 10 لأنه ما في طعم وسعر غالي. اسمعوا أنا نسيت أحكي معاكم لما وصلنا السيارة، أنا هلأ وصلت الأوتيل، بس بدي أحكي لكم إنه إحنا لسه ما خلصنا الفيديو ورح تكون تكملته بعمان، فبشوفكم بعمان. مرحبا يا حلوين، رجعنا لكم أنا عمر. شفتك شكله أول فتحت الكاميرا. أنا هذا الفيديو كامل صورته وأنا صاحي من النوم بس. إحنا الآن وين؟ بعمان. فهلا رح نروح اول مشوار على ارخص كاسه قهوه بعمان. اوكي قربنا على محل القهوه رح نروح عليه، هذا اقرب شيء لبيتي صراحه. هي حب هلا بجنن. بدنا قهوتين ساده صح؟ ارخص شيء اللي بدك اياه باش بتجازيك. الله يسعدك. كاتيتود هذا الانسان عنده اتيتود موفق عظيم صراحه، يعني بيظبطك بخليك هيك اكسبيرينس كثير حلوه توقف بالشارع وتشرب القهوه. اسمعوا جد حلو هون كثير انه بتوقف خلص على الشارع وبيعطوك القهوه. هاي جاب لنا القهوة. سلول. سلم ايديك. شكرا شكرا شكرا. هلا بدنا نجرب القهوة. هاي شكلها من جوا. لا ريحتها زاكية. أول ردة فعل بالنسبة لإلي ريحتها جد جد حلوة كثير، يعني اسمعوا أنا صراحة شفتها يعني بس لازم أعطيكم ردة فعل قدام. ليش شربت؟ يا الله ليش شربت؟ كل يوم بشرب واحدة يعني فاهم؟ الله يا جماعة قهوة فاهمين، يعني جد جد قهوة حقيقية، يعني انتوا لما تشربوها هاي هي القهوة اللي بتنشرب، يعني مش قهوة مكينة كتير زاكية. حقها درهمين ونص، اي ما يعادل نص دينار، يعني زي اللي شربناها اول واحدة هذيك الطعمة زي البلاستيك بالضبط، يعني هديك الفرق اللي بتاعت دبي انها كانت جد جد سيئة كطعم وبتحسوها مش قهوة وفيها طعم صدى، فأنا صراحة هاي بقيمها 10 من 10 لأنه هاي القهوة اللي أنا بشربها أصلاً دايماً. أنت قد بتقيمها؟ 7. وهلأ على وجهتنا الثانية عشان نجرب أغلى قهوة، وصلنا المحل. شكل عمر بضحك يا الله. مرحبا يعطيكم العافية. بتعطيني أكبر كاسة عندكم من الجيشة؟ أكبر كاسة. أكبر واحدة. أغلى واحدة. موجود. موجود. أوكي لأن أنا كنت أفكرها إنها مقطوعة لأنها كانت لمدة. لا مش رح تكون موجود اصلا غير عندنا، عشان هيك كثير غالي، اخر 12 كيلو احنا اشتريناهم بمزاد، بتنبع كل سنه بمزارع كولومبيا جيشا بتنباع مزاد. أوكي. المزاد السنه هاي اشتريناها هي بس موجوده عندكم؟ يس. دائما في كل انواع القهوه دائما في شيء اسمه افتر تيست، جيشا معروف انه الافتر تيست تاعها انستنت فروت والاروما بيتش والتشيري والروز والبيري، هذا كل الطعم في هاي القهوه افتر تيست. لا يعني بس تبلعها. اوكي زي ما شفتوا هاي المي اللي هلا دارها قبل شوي عشان تنزل كل الشوائب الموجوده بالقهوه عشان ناخذ انقى طعم مزبوط. يس. اصب القهوه على 4 مرات. حلو. يعني اول مره بصب كميه معينه من المي مع وقت معين. اوكي يا جماعه هلا رح يصب اخر صب من المي. تخيلوا هاي القهوه نعملها كل يوم عندنا في البيت مثلا وضلك تستنى وانت عم تصب، اقسم بالله والله ايش كثير كئيب. هي وصلت القهوه، طلعوا هي شكل القهوه وهي كاسه عمر. اوكي سو شكلها عادي زي الامريكان صح؟ اه بس ريحتها غريبه شوي. ريحه في هيك شيء غير القهوه بتحس زي طعم الحلبة. يلا ريدي ليتس جو. كيف تحبها؟
اسمع مش طعم قهوه احنا بنشربها دائما ابدا يعني اول مره في حياتي بشرب قهوه اللي بهذا الطعم صراحه في شيء جد مختلف كثير بس في دقيقه شوفوا لما تشربوها اكثر من مره اول لقمه بتحس طعم كثير غريب وطعم هيك غريب انه ايش محمص بس لما تشربوها اكثر من مره ورا بعض بتحس طعم جد زاكي انا حسيت صراحه بطعم شيء زي الشوكليت بعدين هيك شوي شيء حمضي يعني زي الكراسه يعني إشي هيك فروتي طبعاً هاي اللي شايفين هاي القهوة وأنتوا حرفين عم تشربوا إشي من أندر أنواع القهوة في العالم هاها الكاسة 10 دنانير أدي بقيمها 10 8 7 أنا بقيمها 8 بدها تعويض بدها تعويض مستحيل واحد تعود عليها أبداً لازم تشربها من أول مرة ذكرك بشرب قهوة من أول جديد أيوة بالضبط من أول مرة بدوها اوكي هذا كان الفيديو هذا الفيديو عباره عن اكسبيرينس عشان احكي لكم واورجيكم بهاي الفيديوهات انه مش كل إشي غالي المفروض يكون زاكي قهوه حرفيا إشي كثير بيشبه بعضه بكل مكان بالضبط ممكن يكون في إشي مميز بسيط عن كل شيء انت بتدفع اكثر إشي على إشي الشعور اللي بتاخذه من المحل مش اللي شكرا اشرب لي 5 قهوات اليوم ما بفرق بين قهوه وقهوه بس خلاص إشي صح صح احيانا بقعد هون عشان بيعطيني هذا الجو احيانا بقعد هون احيانا بشتري بالسياره من هون عشان رخيص بالضبط فهذا اللي كان الفيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم سبسكرايب ولعمر وإلي واحكوا لي بالتعليقات ايش في اشي بتحبوا نجربه انه اغلى وارخص عشان بالفيديوهات الجايه نحكي لكم اكثر عن الموضوع ونعملها